ترد واحد من تجار بغداد ينقل يقول أنا كان عندي فلوس خمس 200 دينار أو أكثر من 200، وذاك اليوم القوة الشرائية لـ200 دينار هواي فلوس كانت. يقول أنا من بغداد جيت للنجف، ركبت سيارة، قلت أزور عليا عليه الصلاة والسلام وأقدم المال إلى السيد أبو الحسن الإصبهاني. ذهبت إلى النجف، ذهبت إلى بسل أبو الحسن، شفت بيت مكتظ بأهله، لأن بسل أبو الحسن دائما مكتظ بالناس من الصبح إلى نصف الليل، كلهم لهم حاجات. يقول قعدت آخر المجلس حتى تصل النوبة إلي. يقول في هالأثناء إجى فرد واحد من بغداد على اصطلاح العراقيين شلايتي، تاجر. يقول أنا أعرف هذا الشلايتي، هاي يشرب خمر ويلعب قمار ويزني والعياذ بالله في تلك الأيام قبل 40 سنة، وفرد إنسان ساقط. هذا إجى، من إجى سلم على سيد أبو الحسن، تفضل تفضل سيد أبو الحسن، قال تفضل يمي. يقول أنا هواي تحيرت، شلون سيد أبو الحسن هالشكل يحترمه؟ إجى قعد سيد أبو الحسن، سيد أبو الحسن قام له احترام والناس قاعدين يمه، وقعد يمه. يقول قاعد يمه سيد أبو الحسن هم أبوه، أنا متحير أنه شنو هذا، شنو سيد أبو الحسن هذا العالم الكبير المرجع، شلون يحترم هذا الإنسان الساقط؟ ما يدري شلون مرجع، ما يدري يدري شلون يسوي هذا العمل. على قول الشاعر، فإن لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. بعدين شفت سيد أبو الحسن لابس سيد أبو الحسن خاشية، حركان الهواء. يقول سيد أبو الحسن طلع من جيبه فلوس وقام يعدد أمهات العشر دنانير، 1، 2، 3، 4، 5 إلى 20، يعني 200 دينار. واحترمه وقدم له الشكل، وهو مقام راح. يقول أنا قلت في نفسي أنه تقليدي أصلا باطل، شلون أعطي حقوق إلى فرد إنسان عالم، هذا عقليته وأنا أعرف هذا الرجل. يقول طلعت من البيت قلت أصلا تقليدي باطل، أقلد غير مرجع أنا. رحت زرت الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، طلعت إلى السوق الكبير، أكو في النجف سوق كبير قسم منكم شايفين. يقول طلعت إلى السوق الكبير، في وسط السوق فكرت في نفسي قلت لعل سيد أبو الحسن يدري فرشي لي، أنا ما أدري، وأنا كاسب تاجر في السوق، هو مرجع تقليد يعرف الناس، يعرف موازينهم مقاديرهم، لعله هو يعرف. فاستغفرت الله تعالى عن تصميم القلب أن أقيد تقليده، ورجعت إليه. رجعت إليه هو الآن ظهر تقريبا أو بعد الظهر، شوف سيد أبو الحسن قاعد كم واحد قاعدين، راحوا هذولا. قدمت له 200 دينار. يقول سيد أبو الحسن قال لي أنت أول جيت، لماذا رحت ورجعت؟ قلت فيش لا سيد. قال لا، شنو كان؟ يقول تجرأت فقلت له. قلت في الحقيقة سيدنا أنا شكيت في تقليدي لك أصلا. هذا الإنسان أنت تعرفه أو لا تعرفه؟ إذا تعرفه شلون تبت حقوق الله له؟ إذا ما تعرفه شلون تم مرجعه ما تعرف ناس خصوصا من هالوزن؟ سيد الحسن قال أنا عرفت أن في نفسك شيء التوقمت رحت، لكن تعال طلع من جو الدوشك ماله فرد كتاب، قال اقرأ الكتاب تقرأ. قلت قال اقرأ الكتاب. يقول هذا الكتاب كان ممتلئ شباب الإمام أمير المؤمنين فيه هذا الكتاب. قال هذا مؤلف هذا الكتاب، هذا الشخص اللي شفته إهان الإمام إهان الأئمة عليهم الصلاة والسلام، قال هذا مؤلف هذا الكتاب. يقول فرد واحد ناصبي منحرف محرك هذا الرجل أن يعطي 200 دينار، باعتبارها أنه يعدنا الشيعة، هذا الرجل يعطي 200 دينار ويطبع كتابه. وأنا كسيد أبو الحسن اطلعت على هذا الشيء، فبالقوة طلبته وقلت له أنت مو محارب للإمام أمير المؤمنين، أنت الشيعي، وإنما لفلوس تسوي هالشكل شيء، فأنا مستعد أعطيك 200 دينار والكتاب اعطيني إلي حتى لا يطبع الكتاب. قال بالقوة أنا جبته من بغداد، فلهذا أعطيته 100 دينار حتى لا يسوي مشكلة. شوف العقلية، شوف الأخلاق. إذا هذا الرجل سيد أبو الحسن ما طلبه ما أعطاه 200 دينار، شنو كان يسوي؟ كان يطبع فرد كتاب ويسوي انشقاق بين السنة والشيعة في بغداد، ومشكلات ومنبر تهريج وهالأشياء إلى آخره.